جرعات من خيبات الأمل تلقي بظلالها على قطاع واسع من أبناء محافظة حضرموت بعد تراجع الحكومة عن قرارات البنك المركزي تحت وطأة الضغوط الأممية. يرى المواطنون أن تراجع الحكومة عن قراراتها الاقتصادية مثل إنقاذا لاقتصاد الميليشيا التي ظهرت هشاشتها عند أول معركة اقتصادية حقيقية، مما قد يفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية وتعقيداتها. تراجع الحكومة عن القرارات الجديدة فيما يتعلق بالبنك المركزي يعني للأسف يعتبر صفعة كبيرة وخذلان كبير للشعب اليمني الذي تأمل خيرا في هذه القرارات. كان على الحكومة على الأقل أن تفرض رأيها وقرارها فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنوك وأيضا تصدير النفط. يبدو أن المعركة الاقتصادية لم تكن لصالح الشعب هذه المرة أيضا، فسعر الريال اليمني يتجاوز حاجز 1900 مقابل الدولار الواحد ضمن سلسلة انهيارات متواصلة له. حالة الانهيار المتسارع لقيمة الريال انعكس سلبا على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وباتت الكثير من العائلات غير قادرة على تأمين احتياجاتها اليومية في ظل اتساع رقعة الفقر وانتشار البطالة وتدني مستوى الدخل. انهيار العملة اليمنية مقابل العملة الصعبة اللي هي الدولار والسعودي وغيرها من العملات الأجنبية أثر في معيشة الفرد، فأصبح لا يقدر على لقمة العيش والحياة الأساسية التي يهتم بها والتي من الضروري أن يوفرها، فأصبح غير قادر عليها ناهيك عن الحصول على الكماليات. هذا قد يندد بكارثة تؤدي إلى انتشار كثير من المشاكل المجتمعية، مشاكل حتى على مستوى الفرد على مستوى المجتمع. تضيق الخيارات يوما بعد آخر أمام المواطنين دون أي استجابة حكومية تلوح في الأفق. تدير الدولة ظهرها لأصوات الشارع والضغط الشعبي، بينما تولي وجهها نحو الاستجابة للضغط الدولي حتى وإن بدا على حساب مصالح مواطنيها دون أي اكتراث. وهذه مفارقة تبدو غريبة. عبد الله مؤمن، يمن شباب، حضرموت.